قد أفلح من زكاها ثم إن توحيدك يجعلك تبقى مع الواحد الذي هو الله. اليوم نحن كلمة التوحيد نستعملها لكن ما بنلاحظ هذا المعنى نهائيا بشكل من الأشكال. ثم إن توحيدك هذا يصبغك بصبغة العبودية لله. لما عرفت هذه الحقيقة، النافع هو الله، الضار هو الله، الإله هو الله، الخالق هو الله، أنت بقبضة الله عز وجل، ما عدا الله ما لا شيء أبدا. فأنت في هذه الحالة تدرك من أنت، من أنت مملوك لهذا الملك الأوحد، عبد لهذا السيد الأوحد، خلاص أنت عبد له. فالتوحيد يستلزم العبودية، والعبودية ثمرة من والتوحيد، أما سوى الله والبقاء مع الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام الشيخ. علم الفناء والبقاء يدور كل منهما على إخلاص الوحدانية وعلى صحة العبودية، وما كان غير هذا فهو المغاليط والزندقة. بعد ما شرحنا معنى الفناء والبقاء هذا كلام سليم، وما عدا ذلك مغاليط وزندقة. صحيح واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويعتقد أنه فلان إذا بده ينفعني بينفعني، إذا بده يضرني بيضرني، لازم روح دين له بالعبودية، ولازم دين له بالولاء، ولازم أخضع له اسمع كلمته. هذا شو اسمه؟ أي زندقة. وهذه عبارة عمل من أعمال المغاليط كما يقول الشيخ. والله نحن إذا ما خضعنا لسلطة الكفار وسمعنا كلامهم بدهم يضرونا، بدهم يقتلونا، وبدهم يعملوا، بدهم يساووا. إذا لازم نحن نخضع لهم وندين لي ولاءهم. كذابين انتوا، مالكم موحدين انتوا، زنادقة صرتوا بهذا الشكل. هلا في ناس بتاجروا بكلمة التوحيد، بتاجروا بكلمة التوحيد والتوحيد والتوحيد، ومن خلال التوحيد بكفروا تتبع الناس، ومن خلال التوحيد بيفسقوا كثير من الناس، ومن خلال التوحيد بيبدعوا كثير من الناس. بعدين بتطلع بتلاقيهم خاضعين خضوعا مطلقا للكفرة. ما انتم موحدين. هون التوحيد بيظهر، الفناء عما سوى الله والبقاء مع الله. شو قيمة امريكا، شو قيمة الدنيا كلها، شو قيمة اذا كنت مع الله سبحانه وتعالى؟ تعال اشكال كن مع الله تجد ان الكون كله تصل خادم لك. لكن انت موحد رافع للواء التوحيد، لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وتستسلم ترفع الاربعة مو بس الاثنين عندما يأتيك تهديد او رغبة او طلب او اغراء من جهة لا تتعرف على الله سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد.